مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه بنحتفل وبنحتفي بيها بابطالنا البواسل في القوات المسلحه بذكرى ال51 لانتصارات اكتوبر المجيده. مساعدني دلوقتي يكون معايا لواء دكتور محمد ثروت النصيري، مستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. والحقيقه ان هو وقت حرب اكتوبر كان نقيب في سلاح المشاه. اهلا بحضرتك معانا، كل سنه وحضرتك طيب. لو هنتكلم كده عن الذكريات والاحداث، سلاح المشاه من اهم الاسلحه ومن اصعبها يمكن نقدر نقول، وكان له دور كبير في حرب اكتوبر. حضرتك ايه الاحداث اللي ما زالت عالقه في ذهنك الى الان من يوم الانتصار العظيم؟ والله بالنسبه لحرب اكتوبر يعني ده حدث يعني عايش في وجداني حتى الان رغم مرور 51 عاما ذكرى هذه الحرب. كان واقع حقيقه يعني تحول من واقع اليم مظلم 67 الى واقع مشرق انتصار 73. انا بحكم ان انا يعني عاصرت حرب 67 كنت ملازم لسه متحرك قاعد فصيله ومشاه، وشفت الفرق الكبير قوي بين 73 و 67. 73 تعتبر على النقيض تماما بما حدث في 67. انا مش يعني هستغرق الكلام في حرب نكسه 67، ولكن الحقيقه الاعداد في 73 كان اعداد متميز جيد جدا، وكان التخطيط في اروع صوره. كل سلبيات 67 احنا يعني حولناها الى ايجابيات في 73. حولنا قسمنا المراحل، مراحل صمود ومرحله اعداد الدوله، مرحله استنزاف. ظهر في الست سنوات دي بطولات كبيره جدا وفيها تضحيات وفيها اتعلمنا فيها وعلمنا الجنود والمقاتلين انهم الحرب وضروره الاصرار على تنفيذ المهام. كان في ست سنوات عجاف، ست سنوات عمل دؤوب على عمليه العبور واقتحام مانع مائي وطلوع استاذ الترابي، فكان امامنا تحديات كثيره جدا. احنا دخلنا الحرب ونعلم ان اسرائيل لديها قنبله نوويه، ورغم كده كان في جرأة في دخول الحرب، لم نتراجع ولم كانت نتردد. حرب حتميه سياده كانت اللواء. حتميه وقال فعلا الرئيس انور سادات بطل حرب والسلام، قال الحرب حتميه وضروري ان نخوضها دفاعا او استرداد لارضنا. احنا دخلنا الحرب ونعلم ان اسرائيل تمتلك احدث الاسلحه والمعدات، احدث الطائرات، طائرات الفانتوم والسكاي هوك، واحنا عندنا طائرات كلها استخدمت حرب عالميه ثانيه، ميج 17 والميج 21، دبابات بالنسبه لهم كانت دبابات احدث دبابات. ازاي بالاسلحه دي وبالعتاد ده وانتم مدركين ان العدو صعب وعنده اسلحه احدث كتير، ازاي كنتوا بتخلوا عزيمتكم قويه؟ ازاي كنتوا بتشتغلوا على الروح النفسيه ليكوا ولزملائكم كمان والجنود اللي معاكوا في المعركه؟ انا احيي حضرتك على السؤال ده، لان فعلا كان ده موضوعه. يعني مع الفرق الكبير في توازن القوة بيننا وبين اسرائيل من حيث المعدات، وانه بيمتلكوا احدث ما وصل اليه التكنولوجيا من السلاح يصل لاسرائيل قبل ما الجيش الامريكي يستخدمه، رغم كده احنا حققنا النصر. ده بسبب اولا ست سنوات من التدريب وصل الجندي الى الاحترافيه. التجنيد ومؤهلاته العليا، ما كانش بيتجند قبل كده، 100,000 جندي مؤهلات عليا دخلوا القوات المسلحه وانصهروا مع المؤهلات المتوسطه والعاده، فانتجوا لنا بطل يستطيع ان هو يحارب. بالاضافه الى كده العزيمه، الاراده، التصميم على القتال. احنا شفنا في حرب 67 يعني شيء منتهى، يعني للاسف كان في يعني ماساه كثيره جدا ظهرت، فكان لازم يبقى في صقر لما تم في 67. فكان ضروري من اقتحام قناه السويس وضروري تنفيذ المهام وضروري تحرير الارض. ما حدش هيحرر الارض غيرنا، احنا نعلم تماما. انا كنت في حرب 73 كنت نقيب وقتها قوات سريه، وشفت الفرق الكبير جدا بين الاعداد في 67 والاعداد في 73. لقيت طبعا في تخطيط جيد، في كفاءات بتعين في قوات المسلحه بدل من اهل الثقه بقى في اهل الكفاءه. انشاء جيشين ما كانش موجود قبل كده، جيش تاني والجيش الثالث. انشاء قياده الدفاع الجوي اللي هو يعتبر فرع رئيسي من فرع القوات المسلحه في 8 فبراير عام 68، ادى قوه للقوات المسلحه، ادى قوه للدفاع الجوي. انشاء حائط الصواريخ
في 30 يونيو عام 70، واصبحت الطائرات الصينيه لا تستطيع ان تصول وتجول في سماء مصر زي ما كان قبل كده. يعني ده كله كان محصله ان في النهايه ان قدرنا ان احنا نهزم العدو الاسرائيلي اللي كان لا يمكن انه ينسحب من ارض سيناء الا بالقوه ولا بالسلاح، لان فعلا عشان كده الرئيس انور السادات قال يعني الحرب حتميه، حاول يقوم بمفاوضات ولكن فشل في هذه المفاوضات. اللحظه الحاسمه اللي كان فيها اول جندي مشاه موجود على الضفه الثانيه من قناه السويس، وحضرتك واحساسك بهذه اللحظه وانت في الضفه الثانيه بعد سنين عجاف بتحاولوا تتدربوا وبتبذلوا اقصى ما لديكم من مجهود علشان تستردوا ارضنا الغاليه، اللحظه دي بتتذكرها ازاي واهم ملامحها؟ بتذكر في اليوم ده وكانه مثلا لسه يعني حدث في الامس القريب، وانا واقف على سيادة الترابي غرب الغرب وواقف الساعه 2 وقدامي 10 دقائق كان بالظبط توقيت عبوري. احنا في الموجه الاولى، المشاه دايما يبقى في الامواج الموجه الاولى، عشان كده هو بيعتبر سلاح رئيسي وسلاح بقوه التضحيات فيه اكتر. وواقف على سيادة الترابي وسط الجنود وعارف ان بعد عبور القناه هكون في الساتر الترابي او هكون على الضفه الشرقيه للقناه.